تقييمك لأنتوني مودست، وهل شايف انه ممكن البنى على المستوى اللي قدمه في الماتشين؟ يعني انا بقول ان هم طبعا مش المأمول او المنتظر، ما حدش ياخد مودست ويطلع بيه سابع سما. انا عارف طبعا اللي منتظر من صفقة الاهلي في المركز ده من اول الموسم كتير جدا، وصحيح مودست يمكن جه او ظهر في اكتر من لقطة بينت شوية من امكانياته في الماتشين الاخرانيين سيراميكا والجونة، لكن طبعا مش يعني مش ده اللي احنا بنحلم بيه او اللي مستنينه وننتظر. لكن هل ممكن ده؟ انت كنت مهاجم وتقدر تقرا وبتبقى عارف قوي المهاجم لما بيكون بعيد يعني محتاج ايه عشان يرجع. بص، احنا عندنا مشكلة مع مودست بسيطة. لا خلاف ان مودست كان لعيب كبير جدا وامكانياته كبيرة جدا، لكن عندنا مشكلة مع مودست دلوقتي عدم الجاهزية، وانك لو ضغطت عشان تجهز ايوه هيبقى في مشكلة، علشان المعدلات البدنية ممكن ما يقدرش يتحملها بشكل كبير. عشان كده مستر كولر بيديله على فترات متباعدة شوية، لكن الامكانيات موجوده. هل هيقدر يجهز مودست بشكل كبير؟ دي هترجع له هو، هيقدر يجهز ويبقى يعني يقدر يلبي طموحات مجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره وفريق النادي الاهلي، دي متوقفه عليه هو هل هيقدر ولا لا. لكن انا شايف انه يعني طبعا ما اقدرش اقول خامه جيده ولا خامه سيئه، لان مودست امكانياته معروفه للجميع، لكن هو مش جاهز، هي متوقفه عليه. زي نفس الكلام بقوله على صلاح محسن، لكن صلاح محسن يعني شكل مختلف. صلاح محسن لسه صغير وعنده فرصه ذهبيه اتكلمنا عليها ومش هتيجي تاني لو ما قدرش يستغلها مع النادي الاهلي الموسم ده. اعتقد ان صلاح محسن مش هيبقى متواجد في النادي الاهلي على خلاص يعني لاخر العمر يعني الرياضي اقصد، لكن كل لاعب هو اللي بيقدر يحدد امكانيه تواجده في النادي الاهلي. اعتقد ان الاتجاه في الفترات اللي جايه لازم يكون في مهاجم قوي يلبي طلبات او طموحات النادي الاهلي.